أنا في هذا الظرف اللي بلادي مهانة محتاج لأي جزائري يرفع الراية تاع البلاد ويوري الناس في الخارج على أن الجزائر لا زالت حية وموجودة وواقفة وسيكون لها شأن. ما تكلمش على الحفرة. ما ناش قابلين من هنا فصاعدا أن يتكلم جزائري عن الحفرة. نرفعوا الحفرة، نحاربوا الحفرة. جزائري مهما كانت تلك الأيام إلى ألم كبير. جزائري تضرب الأمثال في أسطورة. ما زال جزائري رفع الإعلام من أكبر الشعوب وأكثرهم شجاعة. أربعة صيابة. جئتكم اليوم لتعلموا بأن الجزائر اسم كبير وأنه لا بد من ظهور كرجل واحد لإنقاذها من محنتها. نأليف بجراحها، نأليف بأمواتها، نأليف بإفساها، نأليف بضيحاياها، نأليف الجزائر. فهدوا إلى إنقاذ بلادي. من ملايين و380 ألف كيلومتر مربع. ما شاء الله عليك يا جزائر. قلوبنا في ساحة بلاد، ورحمة شعبها لا تفوقها إلا رحمة الله. أنا واحد منكم يتقطع قلبي وتتقطع أحشائي. هو الدين وحب الشعب الجزائري. ما شاء الله عليك يا جزائر.